تم اليوم الثلاثاء 21 مايو سنة 2024 افتتاح مركز التعريف بالتراث الثقافي عين سردون بني ملال، وذلك في إطار الجهود المبذولة لتثمين التراث الثقافي وحمايته والحفاظ عليه بجهة بني ملال الخنيفرة. وهي فترة تجريبية تمتد ليومين 21 و 22 مايو فقط، وذلك من الساعة 9 صباحا إلى 5 مساء، وسيكون الدخول حسب نفس التوقيت بالأداء في باقي الأيام الأخرى. وطبعا كنت محظوظ أنني من الأوائل الذين زاروا هذه المعلمة الثقافية المتميزة، والتي ستساهم لا محالة في إغناء الساحة الثقافية بالجهة، خاصة أنها تقع في قلب منتجع عين سردون الذي ازداد بهاء بفضل الإصلاحات والتعديلات التي شهدها هذه الأيام. سوف لن أطيل عليكم وأترككم لتكتشفوا معي معروضات المتحف المتعددة وإعطاء رأيكم في سينوغرافيا العرض المتحفي. فرجة ممتعة. دمتم في رعاية الله، وإلى شريط آخر إن شاء الله.
Thank you.